بسم الله الرحمن الرحيم. ما الضابط شيخ في التعامل مع المبتدع؟ هل يهجر أم ينصح لترك البدعة؟ البدعة تختلف، منها ما هو كفر، ومنها ما هو كبيرة، ومنها ما هو دون ذلك، ولكن لابد من النصيحة والبيان أول شيء، يبين له وينصح، فإن قبل فالحمد لله وتاب من بدعته، وإن لم يقبل واستمر على البدعة فإنه يهجر حتى يترك بدعته. نعم.